مستشفى الملك فيصل التابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد شهد قسم الطوارئ به على إعادة الترميم وإعادته بصورة تحاكي المستشفيات من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للذين يرتادون المستشفى دون عناء. هذا القسم يحتوي على 5 صالات وغرفة مناوبة. مدير مستشفى الملك فيصل الشيخ محمد آدم مختار قال إن قسم الطوارئ هذا مر بمحطات كثيرة حتى وصوله اليوم بهذه المرحلة، طالبا من الحكومة عبر وزارة الصحة العامة والوقاية مدهم بسيارتين إسعاف وأدوية للصيدلية. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى أشاد بالدور الذي تقوم به المستشفى في خدمة المجتمع. العاملين في هذا المستشفى فكروا في هذا الأمر وأنشأوا لنا هذا القسم خدمة للمجتمع وخدمة للمرضى الذين يصابون بأشياء طارئة. هذا وبعد ذلك تم توزيع حقائب طبية لبعض من الممرضين بالمستشفى، ومن ثم دشن وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم رسميا قسم الطوارئ. كما تفقد الوزير برفقة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبعض من المشايخ والمدعوين هذا القسم، حيث قال إن قطاع الصحة يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لتنميته وتطويره. قسم الطوارئ ده قسم حساس جدا جدا، يعني يجب عليكم وخاصة للأطباء أن تحافظوا للمستشفى، وثم ثانيا تكونوا حريصين لعملكم، بس أنتم محتاجين لدائم ودائم. الحمد لله رئيس الجمهورية واقف معنا. إن افتتاح قسم الطوارئ اليوم بعد إعادة الترميم سيقدم إلى المرضى خدمات طبية بجودة عالية.